خلال تجولنا في العاصمة لاحظنا نقص في حافلات نقل المسافرين، فمحطات النقل شبه فارغة، الأمر الذي يعطل مصالح وأشغال المواطنين. ناهيك عن التوقف المطول للحافلات قبل مغادرتها من محطتين إلى أخرى. ما كاش قليل دوكا كيما نستناو دوكا دوك نستناو واحدة بيت نقول لك واحد سويعة إينور تستناي ما تصيبو ما تصيبش قليل 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 ويطولوا في الطريق ولي تحكمي باش تجي لهنايا نقولوا ربع ساعة ساعة نقولوا نديروا ساعة وما يديروش سوايع ثلاث سوايع. الناس كاع راهي تعاني كذب عليك كاع الناس راهي تعاني البروبليم تاع الترونسبور نعاني ومتحاول لهنا تعاني ما كاش ما كاش الترونسبور ناقص. إذا كان توفر الترونسبور يعني يطول باش يديماري يجيب ساعة زوج اللي عنده مريض واللي عنده موعد واللي عنده جنازة واللي يعني هذا شيء مؤسف جدا. الجمعة عندنا نصف اليوم يعني الصبيحة يكون ناقص 75% ولكن في الفترة المسائية يكون غائب تماما. مرغاي حبسنا وين تحت البون تاع الرغاي كي حبسنا تاع الرغاي حبسنا كي تحت البون وحابس تما قلت له امشي ثاني بقيت صافي بقيت شاك انا وياه قلت له علاه ثاني مشغول باش نحل البلاستيك وبعد عاود نقل انا في حوايجي يقول لك يا خويا احلى هذا هي تهبطوها تهبطوها. سائقو الحافلات من جهتهم لم ينكروا هذا النقص لكنهم أكدوا أن ذلك راجع لغياب المسافرين والركاب كونه يوم عطلة والأمر الذي يؤثر سلبا على أصحاب الحافلات. بون كاين الناس اللي تريح بالجماعة ما يخدموش ترونسبور الناس تريح لي ترونسبورتير يريحوا لا سيمين كومبلي هو يجبد ونقص الناس ثاني الناس بالجماعة مريحة نقائص كاينة كاينة بالجماعة يسموها الجماعة نهار تاع ربو وهذا الظاهرة راهي باينة على جل الناس اللي غاشي ناقص هذه هي. هي معاناة تتكرر في عطلة الأسبوع ما يستوجب تنظيم حافلات النقل الجماعي ووضع قواعد وقوانين لتنظيم خدمة عمومية تراعي كل الظروف.